ان انتم تطالبون بحضور وفد من البنك المركزي لمناقشه ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الدولار، ومن تعترضون على نوعيه القوانين المطلوبه للقراءه والتشريع في مجلس النواب، ماذا يكون رد المجلس الرئاسي؟ هسه صوتي واضح؟ هسه الصوت واضح. استاذ، احنا عضو مجلس النواب يمارس دوره في الجلسه، احنا الدولار صعد واحنا كنا في عطله تشريعيه. زين. من عقده اول جلسه توقعنا بعد هاي المشكله الكبيره اللي بالاقتصاد البلد واقتصاد وعلى بشكل اثر على السوق، احنا توقعنا راح يكون اول ما يدرج في الجلسه الاولى هو قضيه سعر الصرف. وللاسف نشرت انه اي شيء ماكو ذكر هذا الموضوع خلال الجلسه. احنا حسب النظام الداخلي 25 عضو اذا يوقعون على ادراج اي ماده للمناقشه تدرج، احنا وقعنا اكثر من 80. تفاجئنا للاسف بالجلسه الثانيه لم تدرج، وكانما مجلس النواب في لدوله ثانيه وسعر الصرف والسوق ووضع الناس في اتجاه ثاني. هذا للاسف. يعني هو شو يسوي عضو مجلس النواب؟ ماكو غير هو انا كنت اسال بس عن الرد، لا هو الطالب قالوا شو يريد يسوي؟ بس هذا الموضوع يجب ان يعلن، يعني دائما سياده استاذ كاظم دائما يعلن حتى انتم لا تظلمون، حتى لا تظلمون، ما تجرون بجريره الشخص اللي لا يبى لآلام ناسه، انتم ناس انتخبتكم خصوصا نواب الدفاع. ولذلك اليوم استاذ انا من خلال نافذتك الاعلاميه جاي اطرح وجاي اقصر مجلس النواب رئاسه المجلس للاسف. يعني احنا المفروض احنا قلت لك كمجلس نواب جاءت المختصه تعلمنا تعطينا الاسباب حتى نعرف نقدر نجاوب، اقدر اجاوبك انت كاعلامي هسه، مو اصير انا حال المواطن، انا اراقب هسه جاي اعرف انه هاي القضية من خلال الإعلام مو مجلس النواب، أنا كعضو مجلس النواب أنا خليت الحكومة، أنا خليت رئيس الوزراء، أنا خليت المحافظ البنك المركزي، صحيح. أنا خليت وزيرة المالية، المفترض أنا الشعب يقول لي أنت خليتهم ذولا حاسبهم، أنا شلون أحاسبهم إذا ما أجيبهم يوم ما أحاسبهم؟ أنا هاي معلومات هسه جاي أحكي وياك من خلال ما أشوفه بقناتك وبالقناة الأخرى أو من خلال جهات قد يكون قريبة علينا في الوزارات نسمع من عندها أو اقتصاديين موجودين يحللون هذا الموضوع. وهذا مو صحيح. المفروض انا من قاعد يمك اعطيك الاسباب الحقيقيه اللي عرفتها من اصحاب الاختصاص. بالضبط بالضبط. مو اجي انا على ذاكرتي على 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 ذاكرتي وعلى قراءتي. هذا دليل على شنو هو؟ هذا دليل على ان مجلس النواب لم ياخذ دوره في هذا الموضوع، وهذا موضوع مهم. واحب اذكر قضيه يا استاذ. يعني هذا الموضوع ويجوز يسمعني الاستاذ الخبير الاقتصادي. احنا صرنا 19 سنه انا اجي انه البلد معتمد فقط على من على ايرادات النفط اللي تشكل 95% والباقي هي ضرائب هي اهم الرواتب النفط. احنا بلد لو انتاجنا محلي والتاجر يشتري بالدينار العراقي احنا ما صعد الدولار بهالشكل. لا واضح واضح، هو لو عندنا انتاج محلي ما كان والبضع الموجوده بشر ما كان جاءت الناس الكورونا يعني احنا من 2003 لجاي 19 سنه ماكو، يعني البلد ما بي اقتصاديين يفكرون بهالشكل. يعني احنا هسه حزينين ومرهونين، ما لهم مجال اسرى ومرهون. اذا اسمح لي شويه، احنا اليوم ايش قد ما نحكي اليوم ازمه قد باكر تصير ازمه ثانيه، بعد شهر تصير ازمه ثانيه، ليش؟ لان احنا اسرى للدولار الامريكي. اي تقلبات اقتصاديه، اي مشاكل تصير، اي حروب تصير، احنا مرهونين بهذا. السبب لان كل السلع مالتنا هي من الخارج.